شو هي طريقة الله عز وجل عشان تفدي البشرية من الهلاك. في زمن النبي نوح عليه السلام تعدى البشر كل الحدود وصاروا يمشوا ورا الشيطان وقلوبهم أظلمت. زعل الله منهم وقرر ينظف الأرض من فسادهم بفيضان كبير. بس لأنه الرحمن الرحيم بعث لسيدنا نوح عليه السلام برسالة ربانية إنه في طريقة واحدة للنجاة، فقال له يبني سفينة وينقذ فيها الناس اللي رح يمشوا بطريقة الله. ولما تمطر الدنيا 40 يوم 40 ليلة، اللي مشى زي ما بده غرق ومات، بس اللي مشى ورا طريقة الله ودخل السفينة عاش ونجي. بسم الله الرحمن الرحيم. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. سورة الأعراف 64. إبل الله الشكر والضحية اللي ذبحها سيدنا نوح عليه السلام. فطاعة وتضحية سيدنا نوح عليه السلام جابت رحمة الله والنجاة، فالسفينة كانت طريقة الله للنجاة. وبفضل رحمته وعدهم تعالى إنه ما رح يخرب الأرض كلها مرة تانية بفيضان. بسم الله الرحمن الرحيم. لن أهلك الأرض مرة أخرى من أجل الإنسان، مع أن قلبه يميل إلى الشر منذ الطفولة. ولن أعود أهلك كل حي كما سبق وفعل. التوراة تكوين 8:21. شو هي طريقة الله اليوم عشان ندخل الجنة ونبعد عن النار؟ سورة مريم 21. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنجعله آية للناس ورحمة منا. مين هو الآية؟ بالرحمة.